Welcome back ladies and gentlemen للESL Pro League والليلة مازلنا نعيش في البيست اوف تو الأولى ما بين البيج والهيلرايزرز اللي وفات طريقة مفاجئة أو سريعة هذه صالح الهيلرايزرز على كاش ماب نتاع كلوز كونتاكت كنا حكينا عليها ياسر مباريات في مابس مثلها هي وميراج عادة يوفوا في زعما كوبل ستون في حسابات أخرى والحسابات هذيا ماذا بيا نخليها الـ EM27 موجود معايا في التحليل أحمد كيف تشتراها كوبل ستون؟ حتكون شكلها سريعة وحتكون الفريقين خاصة أيوه قول خاصة مع الأوب اللي في دين بيج خاصة مع الأوب اللي في دين بيج مع بالوول بانكس اللي كنا نراو فيهم تعرف احنا بس بدنا نشوف كيف الوول بانكس كانت في الماب الماضية بس كميتها يعني هي كانت خلص على كل ثانية بتلاقي وول بانك كل ما يكون معه أوب وول بانك كل وول بانك كل يا أخي الكل اللي من التي سبون هذه ايش وضعها أنا لقيت مش عارف بس خلنا نحكي عن هاي الماب خلص خلصنا من 16-7 السريعة من عند هيلرايزرز هلقيت عندنا هيلرايزرز خسرانين 1-0 أمام بيج في التي سايد بيج في التي سايد يعني لو مسكوا الماب لو مسكوا أسلحة لو مسكوا مصاري راح يعملوا لك مشاكل كبيرة في ماب زي كوبلستون أنا هلقيت بشجع هيلرايزرز أنا لابس أحمر يعني جاي أشجعهم جاي أشوف منهم مستوى زي اللي شفناه في كاش إحنا محتاج مستوى زي اللي شفناه في كاش عشان الهيلرايزرز كفريق صاعد بيج معروف خلص لقيت بيج وصل لربع نهائي ميجر معروف بدك تطلع بدنا الفرق اللي فيها اللاعبين العرب يطلعوا ايش عم نستنى بدنا نشوف هذا الاشي الهيلرايزرز في هاي الماب هم صحيح خسروا لقيت اول بيستول لكن لسه معهم فورس باي لقيت لسه عندهم امكانيه انهم يرجعوا في الماب الثاني هذه ولقيت في الثاني راوند احنا عندنا ضايل 65 ثانيه عندنا عيسى وكمان لاعب مازال ماسكين الدروب وبيج لقيت ما قرروا شو وين بالضبط بدهم يروحوا واعتقد راح يقرر شوي انهم يقدموا باتجاه البوم سايت بي مش يكون صعب على الريزر التعامل مع هذا الوضع خاصه مع غياب الفاير باور ممكن المطلوبه القيم بالهولد على دروب لان تمركز اغلبيه لاعبي البيج على هذا الموقع سي تي اوتو من عند عيسى نجم يصنع الفارق هذا كان مبدئي يترك الدروب بالطبع الانفو موجوده على وجود لاعب وعلى عدم شغور اذا الدروب ممتاز عيسى في كيل ثاني ليه يفسخ اذا لاعبي البيج اللي كانوا تقدموا عليه على مستوى الدروب خطا كبير عند زيرو اللي قام اكسبوزنج اللي عمل اكسبوزنج النفس والموقع نتاعو وعرض نفسه للخطر اما حاليا 2v2 خاصة بعد انه كيو لقى الهاشوت على ديد فوكس وعيسى ووكسك الاثنين باش يحاولوا يقدموا في نفس الموقع جرينيد ممتازة تخلي عيسى في وضع حرج او بالاحرى تخلي ووكسك في وضع حرج بعد سقوط عيسى ووكسك بي ام بي ام وثيم نفسي ما عندوش بطبيعة الحال ديفيوز كيت وكيو عارف في نفسه الخطر يحاول انه يكون بشوية مايند جيمز اما نتاعو سيء بالمرة طبط في امن وكسك يعطي الموقع نتاعو في مناسبة اخرى سي سي اوتو المرة هذه وكيف كان اقرب يعني من الكونكلوجن ويماكن بيك من ايجاد راوند ثاني لصالح الريزر باش يضطروا انهم يمروا بطور بتاع ايكو وبتعرف الراوند الماضي شفنا عيسى كيف جاب دبل كل وضلوا عايش يعني مش بس جاب دبل كل وحاول مثلا يجيب كمان شيء ويكون والله انا بعمل لعبات حلوه وتفرج علي لا فعلا جاب الدبل كل لقيت هو اعتقد عند 3 كيلز صح عند 3 كيلز في راوندين ايش كويس بس لسه الراوندز ما بتترجم من فريق الريزرز كامل يعني عيسى جاب الدبل كل ورجع لورا عشان يضلوا عايش مع زملائه وديد فوكس على الجانب الثاني ضل واقف في نفس المكان جنب عيسى بس ما رضى يرجع بالعكس في المكان تبعه راح مات لليو ام بي اللي كانت مع اللاعب في البلاتفورم وبترجع لنا 2-2 والنيت خلتها 2-1 فكانت الامور اسهل للريزرز لكن صعبوها على حالهم بعد ما مش كلهم عملوا نفس القرار المناسب عيسى بس الوحيد اللي عمله فبيج حصل على راوند ثاني كان مهم بالنسبه لهم وهلقيت في عندنا راح يكون في ستاك في البوم سايت ايه وفي نقطه سالتني عنها انه كيف حيلعبوا بالاوب انت لو بدك تلعب قبل ما نحكي على الاوب احكي لي كيفاش تابسن يلعب بيك 47 ويلقى نفسه ايس مره اخرى شنو هي العيطه هذه سالت لا المفيد راوند رابع ما بين البيج والهيلرايزر مع فول باي من الجانبين وغياب للاوب لحد الان كيف ما قاعدين نلاحظوا وانشي بيك اون زيرو زيرو اللي صراحه مقارنه بالبارح قعدت في مردود جيد محترم للغايه مردوده في المباراه هذه اليوم
المحاولة بتاعته خور ممكن على مستوى دروب ممتازة. اوه تو هيد شوتس اما انجل في الاخر مرقة كان كيل فقط على جو بي كيل فقط تبسل تو هيد بوينتس. اوه عيسى طاجو طاجو عيسى ارجع منين جيت قالوا وانا شفته كيف عمل البيك انجل لقى هيد شوت وهيد شوت اما كانوش كيلز لقى الهيد شوت الاولى والهيد شوت الثانيه على تابسن وجوبي ما قاش نجي يلعب شيز الكيلز على يوم اثنين يعني سموك سناكس يدخل بطريقه خطيره في اتجاه دروب ممتازه منه لا محاله ويلقى الهيد شوت على عيسى واجابه اريه من عند ديد فوكس تخلصوا من المنافسه نتاعو سموكس بطبيعه تخلي ديد فوكس يشك في وجود لاعب على مستوى البوم بلانت عنده 11 بولت سناب يوم الفرق طبعا استنى التيم ميتس نتاعهم انهم يدخلوا كيف مثل ما تخوف ما عنده حتى انفو تقريبا حتى انفو اسمع ستيبس لا شوتس ممتازه من كيف يلقى لها شوت على ووكسيك كلتش ممكن ولعبه انه زيرو ما عندوش ديفيوزو ما لازمه بالحق يزرب زيرو يلعب على روحه الاخضر رجع الى خلف يقوم بسبراي بلاك من تخلص من كيف الوقت يكفي باش يقوم ديفيوزل واخيرا راوند للهيل ريزرز نتيجه 3-1 توا حاليا وبرشا اخطاء كريت وانا نتاع التمركز نتاع التمنهج من عند الهيل ريزرز وكمان اخطاء كوميونيكيشن يعني عيسى كان ماسك الدروب تمام المفروض ديد فوكس في البوم سايت بي يحكي انه والله ممكن حد يدخل من جوه السموك لانه كان في سموك عند البروكن وول فبالتالي المفروض يحكي هيك لعيسى لانه عيسى لما اول ما ايم على هذاك المكان كان اوريدي نكس قريب وجاب حتى قبل ما يفكر انه يطخ عليه فهي بس مشكله صغيره في الكوميونيكيشن لو كان ديد فوكس موصل معلومه انه يمكن يجوك من الكواد كان ممكن عيسى يكون عنده رياكشن احسن ويحاول يجيب الكل على نيكس وبالتالي يعني كل اولى وثانيه في الاخير كانت ساعدت كيف انه يوصل حتى ل 1 في 1 ونزل اخر لعبه 13 اتش بي فشوف غلط صغير في الكوميونيكيشن كان ممكن يكلف هيل ريزرز راوند مهم جدا هو اول جان راوند لكن الله ستر في الاخير وجاب جاب اخر كلتش على 13 اتش بي وهلقيت الباي تبع هيل ريزرز طلع مضاعفه بس فور اوكي الباك كله فماس يو ام بي ويو ام بي حتى تاني عند عيسى وبيج ما زال معاهم الاي كي ومعاهم كل المولوتوفز اللي بدهم اياها فبالتالي افضليه صغيره لسه عند بيج ليه عادي على الاخر على خاطر كانوا يعني لعبوا فورس باي مبدئيا ومن بعد الفورس باي كانوا مش لعبوا بالضبط لعبوا ايكو ومن وراء عملوا الفول باي مما يعني انه الريزرز وقت اللي شريوا كان عندهم الحق نتاع فول باي شويه يوتيليتي قليل يوتيليتي والموت نتاعهم بطبيعه ما تجيب لهم كان $300 رقم الانتصار معناتها 300 تنجم باش تاخذ بهم ام 4 وكابل وهلمت الا حاجه الا بشيء عادي انه يعني اغلب فريق الريزرز يحاول ان يلتجا لاسلحه اخرى مثل يو ام بي والفامس يعني منطقي شيء منطقي وكان تاخذ يعني زيرو عمل دروب موكسيك اعتذر عمل دروب معناها خلى نفسه انفو واعطى الاي كي 47 اللي كان عنده معناها هنا كنا نحكيو على دروب شوفوا الدروب الاكشن اللي تصير ممتازه المداخله من داد فوكس لكن ما كانش التغطيه كافيه باش تخليه يبقى على قيد الحياه وانجل هنا مازال متسائل وين متواجدين المنافسين نتاعو كوب بي متواجد على مستوى دروب يخلق الفارق يتخلص من احد منافسي محاولة تدخل لكن كوب بي يخلط على الظهر نتاع لاعب الهيل ريزرز وزيرو مطالب بالكلاتش من ثلاثه من المنافسين يعني نناع على البرينك بتاع الايكو اما انه يبقى على قيد الحياه ويسيفي ولا زيرو يحاول انه ممكن يضرب الايكونومي بتاع لاعبي البيج صار هذا يعني صعب صعب هو بتعرف اهم شيء انه يعمل سيف للايكي تبعه لو نزل سلاح اوكي قتل جوبي كويس بس الصح انه يعمل سيف للايكي الايكي اللي معاه اهم الاثنين ايكي اللي ضايلين مع بيج لانه الروند الجاي الريزرز مش حيكون معاهم غير هذا الايكي في حين بيج حيكون معاهم انهم يعملوا بوي حتى يعملوا دروبس لبعض ما عندهم مشكله بس في نقطه كانت في الروند الماضي يعني اثارت اهتمام انه عند اول كيل وعمل دينك لثاني يعني خلاه 1 اتش بي بعديها ديد فوكس جاب كمان كيل بالتالي انت عندك اللاعبين اللي كانوا في البوم سايت بي انت سايبهم لحالهم كل واحد في مكان كل واحد جاب لك كل حتى عيسى جاب لك كله اسيست فالمفروض انه الثلاث لاعبين الباقيين يعملوا ريتيك مع بعض يستنوا مع بعض برا البوم سايت يعملوا ريتيك مع بعض الشيء بتاتا ما كان موجود كل لاعب كان بيعمل بيك لحاله انجل حاول يجري هيك بدور على لاعبين بطريقه غريبه الغايه ما لقى ولا حد وخسر حياته بطريقه المفروض تكون افضل لكن هم ما قام بهذا الشيء وبالتالي بيك الان جابوا راوند رابع وطلع على الباي من عند الريزرز بس الايكي اللي تحدثنا عنه وسكوت وحيد من عند فوكس واللي يعذلوني تابسن يحاول انه يجلب الانظار والانتباه بتاع منافسيه على على مدخل اللونج بي ما نعرفش شنو السبب بالضبط لكن هذا اللي صار نشوفوا ديد فوكس غريبه فيك فما كانش ينتظر في مداخله انت رقم سموك
حاجة تمكن كي بتبيع نلقى كيل مبدئي بيبرش سيدي اوتو من عند عيسى يتمكن اجي تكيل بيف يقتل يزيل ويلقى هيد شوت مبدئيا كذلك على الناكس انجل هنا يحاول يخلق الفرق دول بتاعه بش يكون صعب يفشل في جد هيد شوت على تابسن لكن يتركه 22 هيد بوينت وضعين بتاع 3 في 3 جوب بي يقلصها لثلاثة ضد اثنين مولوتوف في اتجاه اللاعب زيرو على مستوى البوب بلاد ممتاز زيرو اللي بسبراي داون من فيري باكمان اجي تو كيلز لنفسه ولكن التيم ميت بتاعه ما كانش كيف باش يتخلص من تابسن وما يبقى له الا اثنين هيت بوينت خمسة واحد للبيك بيج جراوند لوني البيك شو 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 زيرو شو زيرو عيني ما تضره شو نعمل ريلود كان ممكن ضره نسبيا كان ما صارش ريلود ممكن كان ينجم يتخلص منه في الوقت قبل ما بطبيعة الحال نلقى يعني نافذة مش يعمل ستابيلايزيشن للايم تاعه حرام تصور بس اني على 2 اتش بي يعني لو فعليا زي ما انت حكيت من غير ريلود بس انه طخ البولت الثاني كان خلص كان جاب الراوند كان كده حنحكي على 4 2 وفي فول باي هجيت من عند الريزرز او على الاقل باي كويس لكن هجيت لا بيجهم معهم الافضليه كيف مع 6500 دولار غير المكتين اللي هجيت رايح يجيب فيه مصاري فالافضليه هلقيت وسعت للبيج لسه حيكون فيها الجيت في الايكو هذه كمان مصاري بزياده البيج لو ما خسروا لاعبين فنشوف كيف راح يتعاملوا معاها لكن عن جد زيرو لهالجيت قاعد بيلعب صح يعني في الاربع مابس اللي علقنا عليهم في اليوم امبارح زيرو بس اول ماب ما كان فيها بيلعب تمام الثلاث مابات الضايلين مع هذه زيرو بيلعب بطريقه متوحشه للغايه ممتازه جدا من عنده بس على زملائه انهم يساعدوه في الماب هاي احنا شايفين كيف ديد فوكس وعيسى بيقوموا بادوار كويسه كثير هجد ديد فوكس جاب كل هي منزل كمان لاعب للو اتش بي لكن نيكس وتابسن جو بي كل واحد فيهم جاب كل مضى غير ووكسيك وحيدا تبع البوم سايت ايه لحاله على قيد الحياه وبصراحة بيج هلقيت رح يوصل لستة واحد وهي أفضلية كتير كويسة في التي سايد تبعهم تبقى الإشكال أنه هالريزل زادة يعرف كي يلعبوا التي سايد متاحهم شفناه في ميراش نوع قدم وانا كان ردود في التي سايد خطأ لان من وقسك نعرفش أنا ما كنتش خيرني ممكن حتى إذا كان ميخو سيتي أوتو فقط كنت خيرني ممكن نترك الراوند من بعد خاطر شوف القاعدة المالية متاع فريق الريزرز يعني اذا كان فيف سيزي اوتو ما كان يو اس بي يعني نلقى عندي على الاقل دامج احسن وسلاح ريلايبل اكثر على الاقل على مستوى الكلوز كونتاكت من بعد هذه تبقى خيارات تكتيكيه خيارات شخصيه ممكن او الكول كان انه لازم على وكسي كان يحاول يقوم بهانت يلقاش نفسه سلاح يدروبيه بتبيع على احد التيميتس نتاعو يتنجم تعاون انه يصنع الكونسوليديشن نتاع القاعده الماليه لفريق الهالريزرز تبقى النتيجه 6-1 يوتيليتي موجوده كذلك اوب عند وكسي واوب عند كيف وده بطبيعة الحال مش بالخبر الجيد لفريق الريزرز وحتى عندك وكسك لقيت بحاول يتحول لجيمس بوند يعني لو طلعنا سكور بورد هنعرف انه هو 007 ما شاء الله يعني عندنا هلقيت جيمس بوند في الفريق مش بس انه كل واحد من مكان هلقيت عندنا جيمس بوند ما استعوده ما استعوده ما استعوده يعني وكسك لازم يصحى يعني الاوبس اللي احنا كنا لهجت ما حكيناش عليهم لانه تابسن جاب ايس دروخنا فيه المفروض هلقيت الاوبس نشوف تاثيرهم يعني اعتقد هي اول مره نشوف الاوب من الفريقين يعني مش بتذكر انه اذا حد فيهم جاب اوب لكن هلقيت حنشوف تاثيرهم حنشوف اذا وكسك لما نسيبه لحاله في البوم سايت ايه ومعه واحد يساعده بالاوب حيجيب تاثير ولا لا لانه ما زال هالريزرز مصرين انه بس عيسى وديد فوكس يمسكوا البي سايت مش كمان لاعبين بس عيسى وديد فوكس وهذا الاشي يعني يمكن يستغلوه كتير هالجيت بيك اللي بدأوا ياخدوا في البلاتفورم واخدوا الدروب كمان حين ضغطوا كتير هالريزرز جيت في الدفاع انا كنت رأى ووكسك في البي يلقى اكثر يعطي اكثر نجاح على الفريق متاعه ووكسك لما خانا يتمكن انا من ايجاد الكل الاول متاعه على جو بي في وقت يعيس اخسر حياته بطريقة سريعة لحد الان ديد فوكس محاصر على مستوى الفاونتن يكمل سبراي نتاعه يلقى نفسه دبل يحاول يبيك على الثالث في ظهري ما شافش المنافس نتاعه الاخير اللي هو كيف انتو يجد من وراء الستاتيو باش يحاول كيف انه ممكن يكون مانيوفر يحاول انه يلقى الظهر المنافسين نتاعه لحد الان ما لقى حتى ادنى نجاح الكويك سكو ما كانش ناجح ودراجون لور لهنا باش ينتهي في اي دي انجل وستة اثنين هالريزر لقوا انفسهم راوند ثاني على الاقل وشوف القاعدة المالية اللي بتاع بيك ضئيلة وضعيفة يعني كان يخسروا هذا الراوند باش يلقوا انفسهم في وضع بتاع ايكو صح حتى كيف هلقيت صار مشتري اوب مرتين ورا بعض بالتالي لك حوالي 10000 دولار خسروهم في يعني على الاوبس مش خساره طبعا بس انه استغلوهم لانهم يشتروا اثنين اوبس الاثنين اوبس لقيت هم موجودين في ايد الريزرز ووكسيك وديد فوكس ديد فوكس بيقدر يمسك البوم سايت بي بكل قوه بالاوب تبعه وانجل وعيس بيقدروا يمسكوا الدروب هذا بصراحه خيار كويس ممكن يستفيدوا منه لكن الخيار اللي خسروه انهم خسروا ووكسيك الان باتجاه اللونج هاي خساره شنيعه لانه ووكسيك جاب لهم دبل كيل في الراوند الماضي من 2-2 من 0-0-7 لهجيت 2-0-8 وبالتالي يعني في تقدم شويه زيرو هلقيت حتى من جوا الدور بياكل كمان وول بانك الافضليه العدديه لمصلحه البيج افضليه الاتش بي لمصلحه البيج حتى افضليه اليوتيليتي لمصلحه البيج وهالريزرز عليهم الان يقوم مجهود خرافي ليرجعوا هاي الماب لمصلحتهم ديد فوكس هلقيت مع اوب يا سلام جيبوا الكل لكن
كيف التريد في نص ثانية كان جايبها ومسيت بيها قد ممكن يكون مفتوح بشكل كامل لمصلحة البيج لو استغلوا الكل هذه اللي جابوها. عيسى هلقيت مكانه نفس ما تشوف يجيب كلك لا قبي البيك تبعته مش طبيعية أفضلية عددية بلاعبين هلقيت لمصلحة البيج اللي صار حتى ثلاث لاعبين بس بقى انجل وحيدا في التشيكن كوب. انجل مطالب بكلاتش يخلي فريق على قيد الحياة. اوكي يتخلص من كيف يتخلص من قبي قالوا كان اثنين اثنين رمش شتعين في سرعة البرق لان يشوف في يقلب الوضعية لصالح فريقه نسبين على الاقل على مستوى الفرق العدد. تابسن هوني في الانتظار عنده سموك وقاعد يتحال على البيبان ما كانش يستنى انجل انه فما شكون في انتظاره الطمع هوني متاع لعب متاع لعب فريق الهيلريزرز شوف شنو اكلف و هذا مسخيب صار طلبهم تاع تكتيكال بوز ويظل الريزرز لازمهم تكتيكال بوز لازمهم يحكيوا خاطر كثير من الاشياء مش قاعده تمشي كيف ما خبطولها ممكن في الفيرست هاف صح صح. حتى من الاشياء اللي ماشي صح حلقيت لبيج انه تابسن موجود تابسن جاب 13 كيل في 9 جولات اشي كويس جدا الكيلز تبعته بتكون للتنظيف يعني بعد ما قبي يجيب الانتريس حتى قبي نفسه لقيت جاب 10 كيلز هذا اشي كويس يعني عندك العقل المدبر شغال صح واحسن لاعب عندك شغال صح هذا يعني بيعطيك اشاره انه كيف ال 7-2 هلقيت وصلنا حتى ممكن تكون 8-2 لانه هلقيت الريزرز معاهم فورس باي فبالتالي اذا تابسن عندك شغال صح اذا تابسن قادر يقرا ايش انجل بده يسوي حتى قراه وحط البولت في المكان اللي بيستخدمه للتفكير ف تابسن قدر يفضي المكان اللي كان فيه محاولة اجريسيف من هالريزرز وبالتالي ما ضل غير عيسى وديد فوكس كل عادة لحالهم في البوم سايت بي اللي كان مسرح لغالبية احداث الشوط الاول اللي هقيت خلصت من 9 جولات واحنا في الجولة العاشرة. ما نعرفش كيف باش يتعاملوا هالريزرز مع بقية الهالف هذا بصراحة اذا كان باش يكمل يلعب على نفس النمط باش نحضروا على كارثة بشرية في حق الهالريزرز يعني شوف 7-2 معناها نفس السيناريو بتاع المباراة الفارقة تقريبا وصلنا نتيجة 7-2 وتابسن هوني اللي حاول انه ممكن يعطي بيك للتيم تاعو على مستوى دروب يعني حتى من البوست اللي صار على الدروب صار كان خاطئ ممكن كانوا ينجموا يصبروا طرف لهنا لاعبي الريزرز وعيسى اللي يلقى دامج كبير على تابسن لكن يفشل في انه يتخلص منه في مناسبة اخرى وكينو البيك لهنا الايم تاعهم واضح البوم سايت اي والمرور الهوني بتاع لاعبي بيج الفريق الالماني لهنا يوقفوا لاعب زيرو بهاتش اب مبدئي على النكس شوفوا البري فاير عند لاعب زيرو بطبيعه الحال متخوف من دخول اي لاعب اذا انطلاقا من الستيرز سي سي اوتو بطبيعه ما يلقاش النجاح اللي كان يبحث عليه في وقت اللي ديد فوكس بسكاوت لاي تي يتخلص من لاجيا يعني الدمج موجود زيرو عيسى يخلقوا الفارق ما يبقى كان لاعب فقط حي ويقلبوا السعر على السلاح هالريزرز بطريقه غريبه يزوا هذا الراوند واو. يعني كلها وقفت في دي زيرو زيرو بال 5-7 زيرو بال 5-7 منع بتاتا اي لاعب من البيج انه يطلع على الميد سلوب وعيسى على راس الميد سلوب جاب اعتقد تو اسيست على الاقل تو اسيست يعني غير الكل اللي جابها فبالتالي السي زي تبعه كان موقف لاعبي البيج عند حده ما كانوا قادرين يعملوا اي شيء حتى محاوله بس انهم يقربوا ويدخلوا على البوم سايت كانت صعبه جدا بيج اول ما حاول انه يدخل على البوم سايت ايه خسر الراوند مباشره فحتى محاوله التغيير تبعتهم لقيت اعطتهم نتائج عكسيه وفي تطلع على الباي هلقيت انعكست الامور تماما بعد الراوند هذه بعد ما كان بيج معاهم فول باي هلقيت بيج معاهم بس اي كي وحيد عند تابسن وهالريزرز معاهم اوبن معاهم اربع اسلحه كامله باليوتيليتي معاهم وضايل تصور لسه ضايل دقيقه 25 ثانيه وفريق هالريزر سايبين كل ماب كنترول لمصلحه لانه ووكسك معه اوب بيقدر يستخدمه لللونج رينج وزيرو كمان عنده الاي كي اللي بيقدر يشوف فيه من البوم سايت ايه باتجاه اخر الميد سلوب اللي لحد هلقيت بيج ما قرروا انه يستغلوه بالعكس راحوا على اللونج ما لقوا اي لاعبين فحيرجعوا هلقيت للبوم سايت اللي لقوا فيه النتائج الايجابيه واعتقد راح يقربوا عليه هلقيت بالسي 4 بس لسه قبي شوي شوي قاعد بيمشي معاه دقيقه معاه وقت مع حتى يوتيليتي صغيره بس عند كيف سموك واحده واربع فلاشات نشوف كيف يستغلوها لانه في ال 55 ثانيه ضايله لازم يستغلوا الاي كي تبع تابسن بافضل طريقه ممكن لانه هو السلاح الوحيد اللي ممكن يعطيهم نتائج عند البوم سايت بي. اللو باي الحالي متاع بيج ما نستبعد اذا كان باش يعطيهم النجاح اللي يبحثوا عليها خاصه كيما كنت تحكي يعني الاوب نتاع ووكسيك متمركز كيف ما يلزم اليوتيليتيز كذلك موجوده يعني الاكزكيوشن الوني نتاع بيج مرتبطه ببعض الديتيلز شوف الوني كيف التايمينج على سبيل المثال لكن انجل لين يتمكن من الاستماع والتنصت لسقوط احد اللاعبين على مستوى الدروب وشوف النجاح نتاعو اللي هنا كانت شبه غائبه خاصه بعد خروج اللاعب تابسن بحق ميركل هذا اللاعب على فريق بيج بحق يعرف في يخلق الفارق وديد فوكس ووكسيك الوني وقفوا لاعبي البيج عم تحطم يعني بصراحه تابسن غير عادي تابسن لعب غير عادي وكنت نحكي البارح يعني في المباراة اللي كان خاطئ امام الفناتيك لعب هذا من مستقبل كبير مع فرق ما اكبر حتى من البيج اذا كان البيج does not become as big as it should be
ويعني في كل مباراة تلقى عنده فوق ال 16 18 كيل على الأقل، ديما تلقى متمركز كيف ما يلزم، الانتري بيكس نتاعو مستحيل أنك تهرب منهم إلا في صورة أنه التايمينج كان معك، خاطر عادة التايمينج يكون واقف لجانب اللاعب تابسن اللي يشوف اللاجية وكيف يخسروا حياتهم في محاولة لدخول بوم سايت أي، وهذا تابسن في مناسبة أخرى يخسر تيميت نتاعو كاو بي، لكن الإنفو نتاع عيسى كان في ماركزه ويتمكن من التخلص من آخر لعيبة من البيك ويأمن راوند خامس سريع للهيل ريزرز. وعيسى من نفس المكان اللي جاب منه السي زي اسيست والكيلز رجع الان بالانفور وجاب دبل كويس كثير. يعني اتصور بس انه وكسك عمل مس بالاوب هنا وهناك راح تكون مشاكل كبيره كثير على فريق الريزرز لانه اوريدي خسر اللاعب في البوم سايت، فكانت النجده سريعه جدا من عند عيسى. اعتقد انه الروتيتور هو انجن، يعني عيسى اعتقد هو مسؤول عن دروب، لكن عيسى كان اسرع وعيسى جاب دبل كيل مهمه الان 5-7 النتيجه، وهالريزرز قربوا كتير لانه يعادلوا نتيجه البيج. بيج كانت لهم افضليه كتير كويسه، لكن هلقيت بعد ما فازوا الايكو تاعتهم هالريزرز هلقيت عندهم باي كويس، عندهم يوتيليتي كويس، عندهم اسلحه كويسه، وعندهم زخم جولات كويس. نشوف ايش بيج بدهم يتعاملوا الان مع الزخم الكويس من الجولات اللي حصلوا عليه الهالريزرز، لانه هالريزرز عندهم اوب في ايد ووكسك وهذا بيعني مشاكل كتير كبيره لبيج اللي ما معهم اي اوب. الاهل وانجل لقى نفسه ام بي 9، ما نعرفش الخيار نتاع الام بي 9 ورا اي ديسيجن ميكينج تم اختياره، لكن ام بي 9 على بوش مثل هذا باش يكون صعب استغلال، وعيسى يدخل على مستوى الفلانك او ديد فوكس يخلقوا اذا الكروس فاير، كروس فاير نتاع رعب اللي يمكن فريق الهير ريزرز من انقاذ البوم سايد بي. عيسى لازم يزرب يقوم بريلود يعمل سبراي، لكن ما كانش بالكثير باش تخلق منافسه في وقت اللي ووكسك يلقى الفلانك نتاع تابسن، ما يبقوا الا لاعبين لاجيا ووكسك في 1v1 يتم زرع السي 4 7-5 في اي اتجاه سيذهب هذا الراوند، في الاتجاه اللي بطبيعه الحال من كان التايمينج في صالحه. ووكسك يحطق بالاتجاه اليسار للستيتيو يقوم بمس على اول شوت نتاع اوب يتم بالقف بها في اتجاه المنافس نتاعو. شوفوا هنا عمليه الاقتراب يحاول انه يربح اكثر ممكن مساحه المنافس نتاعو، بالطبيعه هنا يتم التخلص من الاكس راي. ممتاز ووكسك حلوه للغايه، يتمكن من ايجاد الديفيوزل ويامر راوند سلسله ريزر، وكانوا فريق جديد او ممكن شبح فريق اخر يعني يستولي على اجساد لاعبي الهيل ريزرز. معنا نفس السيناريو نتاع كاش، كان الهيل ريزر منتصرين على مستوى السيتي سايد، على مستوى التي سايد العكس، كانوا منتصرين على السيتي سايد، ذاك البيج فريق بيج رجع عليهم بقوه على مستوى النتيجه، يعني تقريب قلب الموازين، يعني كانت ذايبه في اتجاه 14-1 كان ذكر ولا 9-6. نفس الشيء للريزر تو، استفاقه ممكن متاخره لكن المفيد انهم لقاو النجاح نتاعهم في وقت لي انا في مكان البيك، نطلب تكتيكال بوز ونحاول نفهم شنو هي الاشكال اللي قاعد يصير، علاش قاعد نقصد في اللاعبين نتاعي. يعني اول حاجه ما عادش فما الانسجام اللي كان موجود ما بين اللاعبين في اول الهاف، غائب تماما في اللحظات هذيا في الراوند الاخيره. كذلك ممكن فما اشكال على مستوى الكوميونيكيشن، لانه يعني اكثر في اكثر من الناس برين انه لاعبي البيك في محاوله نزولهم على مستوى البوم سايت بي، يعني ينظروا لنفس الموقع اكثر من لاعب ينظر لنفس الموقع، وهذا بطبيعه الحال يعطي امكانيه لعيسى والى ما ذلك من لاعبين من هالريزرز في انهم يخلقوا الفارق. التايمنج الهوني ما كانش في جانب انجل، ووكسيك موجود في الاوبي قال نفسه دبل، يعرف انه بامكانه يجد تريبل، لكن سموك الهوني يمنعه من انه يربح اي فيجوال على اي كان منافسيه. ونشوفوا في هذه الحالة سبراي عن ذا جو جو بي ممكن يبقى حي، لا قصدت لاجيا اللي فقد حياته في الدويل هذايا مع زيرو 2 في 2، صعبة 2 في 2 هذايا الحالية، خاصة مع انه زيرو تمكن ايجاد كيل سهل نسبيا على منافسه، يبقى له الا 26 هيت بوينت، وبطبيعة الحال خير انه يبقى يعني يدافع على البوم سايت بي، على البوم سايت اي بطريقة يعني باسيف نسبيا، محاولة الخروج يعطي الموقع نتاعو، اما على الاقل زيرو يمر المعلومة للتيميت نتاعو على انه اللاعب البيج متواجد حاليا على مستوى الفنسز. وممتازة من عيسى سبراي داون يعني كلين لوك من عند اللاعب عيسى، يعني ما اعطى حتى امكانية الخروج بالحق، سبراي على اللونج رانج خاصة انه بعد الباتش نتاع الاير 8 السبراي داون يعني تم النرف نتاعو، سبراي كنترول ولا التكنيك اللي مش اي لاعب ينجم يتمكن منها، ولهنا عيسى اكد انه متمكن من هذا من هذه التقنيه واعطته الادج في وقت اللي نتصور ان الوضعيه اي لاعب كان خير انه يقوم فيها بتابس. ميس سبرايز حتى نيكس نفسه كان بيحاول يعمل تابس بس
كان بالسبراي تبعه هو هو القرار الصح يعني. صحيح لونج رينج بس عمل السبراي صح وهذا هو الشيء المطلوب عندك في الووكسك على وجه الخصوص. كان عنده 007 سكور صح، كنا نستهبل عليه هالجيت سكور 11 اعتقد 8 او 11 9، يعني ووكسك استفاقة مش طبيعية وهذا الشيء ممتاز جدا من ناحيته. في حين انه عندك عندك عيسى سكور كويس طلع حكيت على ووكسك 11 9، يعني فعليا مات مرتين بعد ما جاب 11 كيل وهذا الاشي ممتاز جدا من عنده. في حين لسه بنحكي عيسى جاب كلوتش قبل شويه، قبلها عيسى جاب دبل كيل مرتين وحتى دبل اسيست مره دبل كيل مره، بالتالي الاستفاقه من اخر اثنين هالريزرز ضافوهم مش من اللاعبين الاساسيين، بالعكس من ووكسك وعيسى اخر لاعبين ضافوهم. وهالجيت عندنا 7-7 التعادل بعد ما كانت 6-1 النتيجه، فهالريزرز عرفوا بالضبط من وين يعضوا بيج ومن وين يجيبوا منهم الراوندز. وهالجيت اخر راوند صحيح بس الباي مش كامل بالمره من عند بيج، عندهم تي يو ام بيز اللاعبين معهم يو ام بيز معهم سموكس. نشوف هالجيت كيف استغلوهم مع بقاء فقط 35 ثانيه على انتهاء اخر اخر جوله في الشوط الاول. الاكزكيوشن للاي ولا محاله فيها، وهذا يا حاجه نجم تفهموها بطبيعه من التايمر اللي تبقى متمركز نتاع لاعبي البيج اللي بيحاولوا انهم يديهم ونفسيهم من نفس الموقع. نشوفوا هنا البري فاير اللي ما يلقى حتى ادى دمج اللاعب تابسن ويعطي بطبيعه الموقع نتاعه ويوري نيه فريق بيج شنيه بالضبط. المولوتوف يتم القف بها في اتجاه ممكن الاندرو باكني في المحاوله بتاع التدخل الهوني من عند عيسى، يتم ايقافه من عند ناكس يجد نفسه دبل هيد شوت يعني شكرا للاكي اللي كان على يدي ومحاوله من موكسك، لكن تايمينج ما كانش مره اخرى في مناسبه اخرى يعني لصالحه. وكيفيون هذا الراوند على نتيجه 8-7 هيد شوت على ديد فوكس. فيرست هاف مليء بالمفاجآت، مليء بحسابات اللي ما كناش ننتظروا فيها. احمد كيفاش ترى السكند هاف؟ والسكند هاف شكله حيكون ناري بين الفريقين، يعني تصور كيف عندك بيك كانوا مسيطرين بعد هالريزرز بداوا يرجعوا، بيك في الاخير حطوا بصمه في اخر جوله عشان يطلعوا هم فايزين في الشوط هذا. فاعتقد ان هالريزرز عندهم هالجيت البنزين اللي يكفيهم لانه ينطلقوا في رحلتهم في الشوط الثاني، لانه اللاعبين الاساسيين او اللاعبين الجداد اللي محتاجين انهم يلعبوا بيلعبوا صح، قاعدين الاوبر بيلعب صح، الرايفلز قاعدين بيلعبوا صح بيجيبوا لك كلتشات خصوصا عيسى. فاعتقد انه هالريزرز لقيت عندهم افضليه كويسه، بس عليهم انهم يحطوا اللاعبين الصح في الاماكن الصح عشان يدخلوا على الشوط الثاني. اللي زي ما حكينا قبل هالريزرز كويسين في التي سايد، بنشوف لقيت قديش هم كويسين في التي سايد تبع كوبل ستون. اعتقد عندنا دقيقه بس نستنى ونرجع بعدها مباشره عشان نشوف الشوط الثاني ما بين الفريقين. ESL Pro League is brought to you in part by Intel, the city of Odense, GeForce GTX, Lenovo Legion, Bedway, Pay Safeguard, Logitech G, Mountain Dew League, Xfinity, and ESEA. اوكي لقيت احنا رجعنا على الشوط الثاني ما بين بيج وهالريزرز. بيج واصلين للثمان جولات وهالريزرز عند 7. بيج لقيت راح يبدأ في السيتي سايد، عندهم 4 لاعبين بارمور وليجيا، اقل اللاعبين حصولا على الكيلز في الهاف الاول بثلاث كيلات فقط مقابل 12 موت. في حين ان هالريزرز بدأوا في التي سايد وتوزعوا زي ما شفناهم كاش بتوزعوا حوالين سرعة الهوني من عند انجل
وكان التسرع أكثر من سرعة لأنه ما قمنا حتى أدنى نجاعة تابس أنني مجبور أن أقوم بريلو وتشوف الكوفر فاير من عن تيما يتمتعه مش كان مع اللاجية أنه قاعد يغطي في دوري ذن السيبورت لعب اللي يساند في الفريق متاعه يعني هذاك علاش أغلبية الحين ديما تلقاه يعني في أكثر الأوضاع صعب وأكثر الأوضاع ممكن نوعا ما اللي لاعب كونتر سترايك ما يحبش يوجد نفسه فيهم هذاك عليه يعني اغلبيه الاحيان ونجاعته بطبيعه معناها يعني اقل من نجاعه لاعبي الفريق نتاعو هذه حاجه اكيده اما كلاعب سبورت مش خايب ولا بالمره يو اس بي الهوني نتاع ناكس اللي يحتوى فيه 9 رصاصات 4 للكليب بالطبع ووكس بحكم ايجي هاد شوت على كوبي كذلك داد فوكس وعيسى اللي يتخلصوا من ناكس ولاجيا ما يتركوا لك كيف على قيد الحياه يحاول انه يوجد الباكس تبع الاربعه المنافسين اللي موجودين حاليا على مستوى البوم سايد بي يقوموا بزرع السي 4 من الاوبجيكتيف واضح عن كيف انه ينقص في عدد لاعبي فريق الهيل ريزرز يتخلص من الكفرجز نتاعهم على الاقل وبطبيعة ما ننسيوش على كل كيل بشكل نفس $600 اللي ينجموا يقربوا لإيجيت أوب في الراوند الثالث أو الرابع كيف لأنه يحاول أنه يقفز البريفايل نتاعه بطبيعة ملقى حتى أدنى نجاع على الأقل ملقى أحد من يفسيقها هاتش أولى يبحث على الثانية لكن دخول داد فوكس الهوني ما كانش منتظر وحسينا أنه بالبيج يعني يدخل بعضه وانا أتلخبط ما عرفش على مين يطخ يعني كان عنده 1000 بني ادم بس عليه انه يطخ وما عرفش في عمليه تنظيفات حلوه كتير قاموا فيها الريزرز دخلوا هيك شركه تنظيفات لابس احمر دخلوا كلهم على البوم سايت بي نظفوا تنظيف بداوا بوكسك وخلصوا بعيسى كلهم نظف البوم سايت من كل المحاولات تبعت الدفاع يعني على الرغم انه بيك كان مسكين اماكن كويسه يعني في البلاتفورم بكون عندك افضليه في البوم سايت بكون عندك افضليه حتى في الدروب نوعا ما لما ينزل لاعبين بكون لك افضليه كمدافع لكن شركه التنظيفات هاي ما سمحت لهم بالمره يجيبوا اي كل خلوا البوم سايت مفتوح باربعه لاعبين حتى تظلهم باقيين على قيد الحياة فبالتالي بيج الآن وضعوا نفسهم في موقف حرج بعد ما خسروا البيستل الراوند الأولى لقي مع سكاوت وآرمور أعتقد أنه تابسن عمل له دروب للأد أو مش عارف والله بس إذا لقي معاها الجيت سكاوت وآرمور معناها 1700 و650 معاها 2350 أنا ما بعرف كيف جابها بشكل عبارة عن دروب من كيف خلنا نشوف هالجيت ايش راح يسوي لانه فعليا الريزرز معهم كثير يوتيليتي معهم كثير اسلحه فشوف كيف يستغلوها لانه عندهم لاعبين الان قاعدين بيعملوا فيك في البي والبوش الاساسيه جايه باتجاه البوم سايت اي بثلاث لاعبين معهم السي 4 المفيد انه الراوند ذا بيكون صعب على الجانبين ما ننساوش انه فما نجاعه كبيره معروفه عند لاعبي البيج بالبيستولز وذي حاجه اكدنا تابسن واللاجيا مع بعضهم بالبيستولز اللي كانوا على ايديهم وذي حاجه بطبيعه الحال تفرض ذن على لاعبي الريزرز انهم يطلقوا التيم ميتس نتاعهم على مستوى البوم سايت اي سموك ما هو بيعطي حتى فيجن بطبيعه الحال لفريق الريز لفريق البيج على ما يحصل في البوم سايت كما لاحظوا معنا يا كريم محاصرين البيج ما عندهم ينجموا يدخلوا كيف لا داد فوكس كان اسرع منه يتخلص منه يعني مخيبها وقت اللي تبدا عندك سلاح والمنافس نتاعك عنده بي 250 وتواجهه في كورنر معناها فرص النجاح عند الاثنين تبقى نفسها ممكن حتى في اليو ام بي الفرص نتاعك اقل خاطر كلوز رانج 1 هيت 1 كيل معناها بالبي 250 ولحسن حظي ظن اللاعب ووكسك ركن انه يوجد الكيل قبل ثمانية باش تضرب في اتجاه 9-8 مع سيف نتاع سيزي يو ام بي و سكاوت اذا ماشي خايب الحصيله لهنا البيك كسيف في خاصه انه ثاني راوند يعني في الهارف صح انت المفروض يعني نزلت لاعب اللي هو قتلت انجل اللي كان بحاول يعمل فيك بس يو ام بي اعتقد اعطاك مش شيء كثير لكن اليو ام بي بيكون مهم لما يكون مع ارمور يعني فعليا هو عباره عن سبراي يعني بولت بعديها سبراي فاذا انت قدرت تجيب اول بولت هيد شوت بعدين ما قدرتش تكمل سبراي هنا بتكون المشكله فلقيت اعطوا اليو ام بي للاعب مع ارمور اللي هو جوبي في حين انه كيف مع 3400 عشان يقدر يشتري في الراوند الجاي الراوند هذا خيار كويس من عند الريزرز انهم يلعبوا بماكتن عند عيسى لانه فعليا انت بدك لاعب بيفتح لك اماكن من غير ما تخسر اسلحه وهذا ليش اللي قام فيه ديد فوكس وبقوم فيها لقيت عيسى من عند دروب نشوف ايش راح يسوي لانه عيسى قاعد دخل على دروب عرف مكان اول لاعب عيسى تخلص من جوفي وبالتالي بوش راح تيجي جاب لهم سايت بي عيسى دبل انتري هالجيت خسر حياته بعديها لكن ديد فوكس ما كان خيب كمل الاسيست تبعت عيسى وزيرو تخلص من كيف بيرجع فقط لليجيا وحيد باقي على قيد الحياه وراوند سريع جدا لمصلحه الهيريزر شوف نفس الاسم اللي تكرر ديد فوكس زيرو ووكسك نفس الثلاثة اسمي تتكرر وافسك في هذا الحال يستلزم وجود اوبش اسمه يتذكر بالطبع وعيسى صراحة في الانتري فراغ متاعه مش بالخايب يعني كان مقابلاته ممتاز الهيد شوت من لاجيا اللي بيحاول انه يوجع اكثر لاعبي الريزرز لكن كيل فقط طيب يخذيت كيل يزيك تفضل عايش خوي يمكن اذا الريزر من راوند 10 في اخر المطاف
ويعني نرجع لك لاسامي زيرو وداد فوكس هما النخاع الشوكي للفريق لحد الان يعني ممتازين حتى ممتازين كيف انه اذا كان انجل هو العقل اعتذر اذا كان اذا كان انجل هو العقل وعيسى هو العضلات بحكم انه قاعد يقوم بالانتروبيكسي كل مره راهو النخاع الشوكي اللي قاعد يتحكم بالتيمبو بالريزم بالنسق نتاع هذه المباراه ما نجم يكونوا كان داد فوكس وزيرو اللي في كل مره قاعدين يقلبوا في في نمط اللعب كل مره يقلبوا في اوضاع نتاع 4v2 22v2 ممكن حتى 2v1 صار فريق الريزرز بي ما حبش يموت غريب غريب امر انجلو داد فوكس هذا السبري انا مصدر غريب ما فهمتوش فهمت شنو قصده معناها الفلاش اجت فكل اللاعبين اكلوها كل اللي قاعدين في الدروب اكلوها مع المفروض الفلاش بعديها البيك فبالتالي اعتقد بس داد فوكس هو الوحيد اللي كان يعني مغمض او لف وجهه عنها ما اكلهاش واللي جاب الكل صحيح نقص منه كثير اتش بي لكن هامش نتخلص من جوبي لكن بالاوك اللي ايد في ايد لاعب ليجي وكيف كمان بانتري قدر يتخلص من زيرو هل يقدر يتخلص من الثاني قدر يتخلص من عيسى حلوه جدا من عند كيف ووكسك راح يرجع اوكي شولدر بيك لكن لا حبيبي مش على كيف هذه مش على كيف تريبل كل جميل للغايه من عند كيف ممتازه ومستحق من عنده واول جن راوند الان ذهب لمصلحه بيج بفضل المجهودات الكبيره من عند الاوبر تبعهم باتجاه البوم سايد ايه غريبة في أمر الريزر كيف فلتوا هذا الراوند من يديهم بصراحة ما أنا كان عندهم اللي يلزم الكل باش ينتصروا لك في آخر المطاف ما تبكنوش مع البيج يبقى بيج في الأخير وليه وجود أوب حاليا عند كيف وعند ووكسك تو نختار يحدق بيهم كيف ديفنسيف بالأوب كيف باش ينجموا يتعاملوا معها أحمد كيف تراه يعني شنية أحسن حل ممكن للريزرز باش ينجموا ممكن يتخلصوا من الأوب نتاع كيف في الفاست اكسكيوشنز بتنعمل باتجاه البوم سايت بي عندك كيف اوب في الايه ممكن احيانا يعني الاوبرز دائما بغيرهم ممكنهم مش مضمون دائما حيلعب في الايه بس لو اجى على البوم سايت بي انت عندك اكسكيوشن سريعه بتقدر تعملها بتسكر الكواد بتسكر بسموكتين البوم سايت بتدخل على البوم سايت من غير اي مسانده من اي حد من السيتيز فالاوبر غالب الاوقات 98% بيلعب من عند الستاتيو اللي هو تمثال فاذا التمثال انت عزلته عن باقي المدافعين اعتقد حتخلي الاوبر بس لو في احسن الحالات بالنسبه له حيجيب بس كل واحده وحيموت فهي الطريقه انت ممكن تتخلص فيها من الاوب لكن بتضل محتاج عمل جماعي محتاج اكسكيوشن خطه متدربين عليها الريزرز انا ما اعتقد انه عندهم خطط زي هيك يعني او بالاحرى لحقوا يتدربوا عليها في هاي الفتره الصغيره لكن الريزرز ما زالت الخطط تاعتهم كويسه لانه عيسى ما زال بيقوم بالانتريز على جوبي باتجاه الدروب عندك الان افضليه عدديه وعندك عيسى ماسك الدروب كامله بالتالي بيج عليهم انهم ينتبهوا انه في باك ستاب او في لاعب الان داخل الدروب عليهم يديروا بالهم عليه في حين انه البوش بتاتا جاي من عند الدروب جايه من عند اللونج الان ثلاث لاعبين ومعهم السيفور عند فوكس خطبات يالوني من عند لاعبي الريزرز والمهمه بتاع عيسى واضحه شيرين قد ما تنجم وقت على مستوى الدروب خلي الانتباه يعني مشتت على مستوى الدروب وكينو فريق البيج لانه فهم الوضعيه ممتاز انجل هوني اللي بيك يلقى الهاتشوت بتاعه بطريقه سريعه المنافسين بتاعه في وقت اللي كيف يجيب لنا بالاوب لاجيا كذلك يعيد الكار على زيرو في وقت اللي عيسى يفقد حياته الاوب بتاع كيف فما كان ووكسك بقى حي الاثنين منافسين انه كيف بالطبع اوه الشولدر بيك رغم انه كيف كان عنده الشولدر بيك يخسر حياته لكن بيك ينتصر في هذا الراوند بالراوند تايمر بالطبع سبراي في محاوله ايجاد الوول بانك لكن ووكسك يبقى على قيد حياته بوست مطلوبه من عند الهيل ريزرز يا بي كيف ليجيا وكيف كانوا ممتازين في الراوند الماضي تصور كيف انه انت خسران لاعبين جوا الدروب وانت هكيت جاي عليك البوش على البوم سايت انت لاعبين بس في البوم سايت الاوبر ليجيا وعندك لاعبين جايين من وراك من عند الدروب ولاعبين جايين من اللونج فبالتالي انت يعني مكبوس من مكانين ثلاثه ومش عارف ايش تسوي ليجيا عمل بيك في البوم سايت ممتاز جدا جاب الدبل بعدها كيف اعتقد كمان جاب كل او كلتين بالتالي ما سمحوا بتاتا للريزرز انهم يدخل على الرغم من الافضليه العدديه للانتري اللي جابها عيسى وبعدها جاب كمان انتري انجل لكن كانت الكلمه الفيصل في الاخير لبيج هلقيت كان في تكتيكال بوز اعتقد من عند الريزرز كانوا محتاجينه بس نشوف هلقيت بعد التكتيكال بوز والاوب الوحيد اللي عملوه له سيف ايش راح يكون عندهم خيارات عيسى مع اي كي اعتقد ديد فوكس راح يكون معاه يو ام بي وباقي زملائه بس اوب واي كي والباقي مسدسات نشوف هلقيت ايش الريزرز راح يعملوا في الفورس باي هذه لانه مصاري البيج بالمره مش كويسه بالمره بس اوب معهم اسلحه معهم يوتيلتي صحيح لكن صفر دولارز عند غالبية لاعبينهم شوف هلقيت بعد التعادل ما بين الفريقين مين راح يكون له الكلمة الأخيرة لأنه بصراحة 10-10 الفريقين ما معهم مصاري الفايز في هاي الجولة راح يحدد كتير من إيش حيصير في باقي هذا الهاف
مازلنا ببيع نتابعه في المباراة هذيا، خاصة بعد نتيجة التكتيكال بوز. نسيرو إذا كان الريزر باش نلقاو الحلول الناجعة باش ينجموا ممكن يكسروا الخطوط الدفاعية لفريق البيج اللي صراحة عمل ستاند ووقفة بالحق خيالية، مداخلة جيدة من دات فوكس وعيسى فكرهم إجت كيل كل واحد فيهم في وقت اللي جاب بي يجاوب عيسى إذا بهيد شوت بنفس السلاح، يعني ردها من استطاعت ردها جاب بي ومعها نيت يتخلص بها من زيرو ممتاز في التريبل نتاعو. جاب بي مازال قاعد في قلب الرامبيج اللي كان انطلق فيه ولاحظون، ورغم المداخلة السريعة متاع لاعبي الهيلريزر السيفور بلان ما تمش إلى حد الآن مع ثلاثة لاعبين متواجدين كيف ما لاحظوا ما بين الدروب الروك وكذلك يعني الكونكتور انستنتياري في اتجاه البوم بلانت. اوب واكسك مازال يربع في حتى أدنى فيجن، يعني في اللحظة اللي باش يتمكن واكسك من أنه يلاحق فيها تمركز أيا كان من منافسي باش يخلق الفارق، لكن لأن البوب فلاش ممتاز جو بي لقى نفسه كوادي على الأيس ويوجد الأيس جو بي سينجل هاندلي واحد وان مان ارمي يتمكن من انه يفسخ كل لاعب على قيد الحياه من فريق الريزر بيو ام بي يا رسول الله يو ام بي. واو يعني حتى بعد ما كان عندهم كمان مره دبل انتري فريق الريزرز يجيبوا دبل انتري عيسى برضه يجيب الكل الثاني، لكن بعد هيك جو بي كشر عن انيابه وحط سنه في وجه كل واحد من فريق الريزرز بيو ام بي كمان مش بام 4 بيو ام بي يا سلام عليه جاب الروند اللي محتاجينها جدا كانوا بيك جدا كانوا محتاجينها حتى لقيت في اوب في ايد كيف جاب فيه كل على عيسى هيلريزرز لقيت ايكو راوند كيف كمان كيف حتجيب الثالثه كيف جاب الثالث يا سلام عليك كيف افضليه كثير كويسه لقيت معاهم تابسن بالاوب جاب ديد فوكس ما بقي غير انجل الايكو راوند هاي ما اعطت اي نتائج للهيلريزرز نشوف في الباي راوند الجاي ايش راح يسوي لانه في افضليه كثير كويسه لقيت لمصلحه البيك. وانا ما حلف المباراه هذه مازال كل شيء ممكن هذه حاجه اكيدة ونتيجه مباراة الحالية 11-10 ما تعنيش اللي بشتوري 12-10 مازالت ما تعنيش انه الهيلريزرز خرجوا من السباق، كل شيء يبقى ممكن والفريق الكونفدرالي الروسي يستحق الثلاث نقاط اللي يبحث عليهم في هذه المباراة. نفس الشيء اذا البيج، لكن البيج حاليا قاعد يلعب على نقطة التعادل ما بينه هو والهيلريزرز في هذه البيست اوف 2. نرجعوا للريبلاي شوفوا لنا كيف ما كيفاش يتعامل بالاوب نتاعه وشو شو 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 وول بانج لازم انا ما كان مش وول بانج راه مش هو راه خلى اخوه يلعب في بلاصته. فبوز اخرى مطلوبه من عند عبير الهيلريزر على ما اظن، يعني هيلريزرز لقيت اعتقد عمل بوز صحيح محتاجين على فكره. المشكله لقيت عند هيلريزرز انه بعد ما يجيبوا الانتريز بتوزعوا غلط، هذا الاشي شفناه كيف في كاش شفناه لما جابوا دبل انتري واعتقد برضو عيسى جاب كل من الكلات هذيك وبيدخلوا على البوم سايت بعدين راح لقي جاب تربل كل او كواد كل وقتها بالاوب لما كان عند المشكله هاي لسه لقيت موجوده. ريزرز بيقدر يجيبوا الانتري بيقدر يجيب الدبل انتري بس بعد هيك التوزيع بيكون خاطئ، فريق البيج بعاقبه الريزرز على هذا التوزيع الخاطئ وبرجعوا للماب من وراء مش حتى ريتيكس، يعني لسه ما بتكون زرعه السي 4 بتكون لسه بيدخلوا على البوم سايت بعدين بتصير الاخطاء، فالريزرز عليهم يعالجوا هاي النقطه على وجه الخصوص يتمركزوا صح بعد ما يجيبوا الانترس خلص كل واحد يمسك زاويه يعمل كروس فايرز يرموا سموكس يرموا مولوتوفز اخر روتيشنز. هنا بيكون هالريزرز جاب الانتريز وبعد هيك منع اي محاوله من جوبي او من لقيا او من اي حد لانه يجيب الكيلز هاي اللي بصراحه كسرت كثير من الرامز اللي كان هالريزرز بحاول يجيبوها. دخلنا احنا على جان راوند 12-10 افضليه لحديت البيج عندك فول بوي هاجت من هيلريزرز نشوف في بعد الديفولت هول تاعتهم ايش راح يسووا لانه في بوست هاجت من عند تابسن وانجل جابوا يا سلام عليك يا انجل. ممتاز انجل ممتاز تحطه في وضعيه بتاع تشوك صدقني يلقى لك الحل، ماني احطه في وضعيه عاديه تقعد بيها تقول هذا السيد كيف يلعب مع فريق محترف أنا غير عادي والله غير عادي. هذه نوعية اللاعبين اللي بالحق يصنعوا الفارق ويدخلوا معناها في كتاب الاساطير نتاع كاونتر سترايك. حب من حب وكره من كره. شكونوا متفاهمين؟ عندك لان البوب فلاش في اتجاه ستيرز لاقيا في الانتظار وعيسى موجود في ريفراج. لما حالا يلقى نفسه 43 هيت بوينت فقط يعني يتمكن التعرف على وجود الاوب نتاع كيف على مستوى البوم سايت وهذا بطبيعه الحال يكون خطر كبير على الصف على صفوف اذا الهيلريزر تقدم من عند فوكس اللي ممتاز عيسى لهنا اللي ينقذ الفريق نتاعو من الاوب ومن انياب اذا كيف اللي كانت تحقق بهم انطلاقه من البوم بلانت في وقت ناكس يلقى نفسه كذلك اوب ممتاز لان الكويك سكوب من عند اللاعب ناكس 2 ضد 1 وديد فوكس مطالب حاليا بالكلاتش من البوم بلانت فما تخوف ممكن من الفيك بوم بلانت اذا عند لاعبي البيج. نشوفوا حتى التمركز نتاعهم كيفاه عمل هنا قفز على الكار محاوله دخول البوم بلانت مش حاول هنا يلعبوا هذايا بخبيثه يحاولوا ياخذوا كروس فاير محاوله للبيك
كومبيت كل حنكة لهنا. شوف شوف الحنكة متاع لعبة فريق البيك كيف بالحق يخلق الفارق. وأنا إبارت أكثر الطرق بساطة المنافسين متاعه في كل مرة. كنا لسه بنحكي عن نفس المشكلة عند ريزرز. المشكلة هاي برضو في الجولة هاي ما تعالجت. عيسى جاب انتري، اعتقد عيسى جاب دبل انتري، يعني فوق ما انت عندك الانتري مان قاعد شغال صح. اعتقد هو جاب في الاول كل اللي هي تريد، وبعدها جاب كمان كل. طلع كيف انه عيسى وديد فوكس قاعدين بيعملوا عليهم 19 كل عند كل واحد، لكن بعد هيك كيف بيدخلوا على البوم سايت لسه نفس المشكلة. تابسن 24 يعني ما لحقش انه البوم بلانت يسريخ وقته حتى قبل ما يوصل للبوم بلانت. المشكلة انه لسه ما دخلوا على البوم سايت، كانوا قاعدين بيخسروا اللاعبين. يعني سموك واحدة على الدور كانت راح تمنع نيكس من انه يجيب الدبل كيل بالاوب. نيكس جاب دبل كيل بالاوب على لاعبين بعد ما كانت 3 ضد 2 لمصلحة الريزرز. يعني انت فعليا معاك افضلية، لكن هم خسروا هاي الافضلية بسبب التمركز الخاطئ لكيف هم بيدخلوا على البوم سايت. كيف بعد ما يجيبوا الانتريز كيف بتمركزوا؟ هجيت في بوش سريعة من عند دروب، نيكس بتخلص من ديد فوكس، زيرو يتخلص منه لكن خسر حياته مباشر. جوب يتخلص من انجل، نرجع ل 2 ضد 5. اخر لاعبين عيسى ووكسك، عيسى خسر حياته، ووكسك هو الوحيد باقي على قيد الحياة. اربعة لاعبين امامه، هذا راح يخسر حياته مباشرة، فعلا راح يخسر حياته. 14-10 لمصلحة بيج. هيلريزرز خسر كتير جولات المفروض ما كانوا يخسروها، وقعدتهم المالية مش كويسة بالمرة. هذا بيكون داون فول بتاع فريق الهيلريزرز، بيكون فول باي انسولد. صح صح، هلقيت خلص عندك 14 فريق ضدك 14 لازم تعمل باي، فعلا راح يعمل باي هلقيت. ايه بيعملوا باي، عندهم القاعدة المالية، يعني خلينا نقول لك شيء، بيحاولوا يتشبثوا بالتاي، حاولوا يلزموا يعني المباراة أن توصل الوضعية بتاع اوفر تايم، لكن مش هذا السيناريو اللي بيصير. السيناريو الأول اللي كنت حاطط عليه هو اللي هوني بيصير في اخر المطاف. وبصراحه معناها المشكله الكبيره بتاع الريزر هو التعامل مع البوم بلانت. معناها عيسى يلقى الانتري، كذلك انجل ما موجود معاه، زيرو ديد فوكس تغطيه، اوكي لقاو 2 كيلز ولا 3 كيلز في السايد. ومن بعد ما فهمش شيء، يستنوا في وسط البوم بلانت كيما بيصير توا. هاك باش تركز ناكس وتابس ان هنا يتمكنوا انهم يوقفوا اذا المنافسين نتاعهم من انهم يدخلوا. ما فهمش السموك اللي باش تلقاه في وجه ناكس، باش يمنعوه من انه يشوف اي حاجه على مستوى البوم بلانت، لكن ما عنده عليه يشوف حاجه اذا كان فما بولت من الاي كي نتاع انجل اللي يجي تحط بلاصتها ما بين عينيه وما اتعس هو اذا كانت كذا الشوت هذيك بول بانك في ناس باخرى من عند كيف. على فكره يعني حتى لو في هيك لاعب محطوط ما فيش حواليه ولا حيطه، حتلاقي كيف راح على اليمين جاب حيطه وجابه من جواه خلص. ما بقدرش، لازم يجيب بول بانكس. هيلريزرز اكيد اعتقد راح يعملوا تكتيكال فوز، بس متاخره شوي، متاخره شوي لانه هلقيت البايل معاهم تعبان جدا. يعني كم اي كي وارمر معاهم؟ اي كي وارمر بس 2، عندهم سموكتين وعيسى راح يكون مع اعتقد يو ام بي. بالتالي هيلريزرز اكيد متاخرين بخمس جولات، وهذا يعني تاخر كبير. الباي كامل من عند بيج، الاوبين بيعطوا نتائج ممتازه كتير. كيف ونيكس مش مقصرين بالمره. اطلع على سكور بورد حتلاقي تابسن 25 كل، نيكس 23، جوب بي 20. بصراحه يعني كل الفريق بادي، حتى لقي اللي كان معاه بس 3 كلات في الشوط الاول، هاي في الشوط الثاني وقبل ما يخلص صار جايب 7 كلات، يعني كلهم مهمين، غالبيتهم حتى مهمين. في حين انه في الجانب الثاني هيلريزرز عندك ديد فوكس 20 وعيسى 19 قاعدين بحاول يعملوا عليهم وزياده في الانتريز، مش مقصرين بالمره، لكن هيلريزرز مش قادرين يترجموا الكيلز تاعتهم او الانتريز تاعتهم لبوم سايت، حتى لمحاولات دفاع عن البوم سايت. بالتالي 15-10 هجت نوعا ما مستحقه للبيج، لان هيلريزرز المشاكل تبعته مش عارف يعالجها بالمره. والمصيبه وين هو نفس الاشكال قاعد يتكرر من اللي بدهم يخسروا في الراوندز بطريقه متتاليه. يعني الهيلريزرز يعني كان عامل ادفانتج وتقلبت عليهم المشي، يعني بالضبط العكس نتاع سيناريو نتاع سيناريو كاش. يعني كنا واقفين في مرايه، حاطين المباراه نتاع كاش في امام مرايته وقاعدين نشوف الانعكاس نتاعها. يعني فقط حاول نتاع تدخل من عند انجل، يحاول يقطع الهيد شوت ما يوفقش الى حد الان. سبراي داون نتاعو الحين ما كان يجي الهيد شوت، في المولوتوف يحاول انجل انه يبقى على قيد الحياه، ما كان يجي الهيد شوت اخرى على تابسن لو بلين من عند كيف ما يتمكنش من التخلص من القليل نتاع زيرو. فما لاعبين فقط اليوم كوبي وناكس لازم يتحقروا على خاطر نجم يفقوا الفارق. كوبي ينطلق من اولاد الراوند فما حاول نتاع سيف، لا كوبي باش يحاول يصطاد رؤوس المنافسين نتاعو. يعني الديفيوز الموجود عند اللاعبين، عندك اوب وعندك كي 47، سيرو شلون باش يحاول يعمل لعب ناكس مليح دون وشو الاتجاه اللي خذاه؟ ناكس راح تسبون على طول. ممتاز كوبي، معناها تصور اذا كان جات عنده الستاند تاع اوب من عند التيم ميت نتاعو. نص على الاخر هذا البانك خليته واحد 2 بوينت، وكوبي يظل مجبور انه يترك المقام نتاعو ويرجع الى خلف.
اعتقد جوبي ما كان مقرر انه يعمل ريتيك، كان مقرر بس انه ينزل منهم سلاح او اثنين. تصور انت لو هكيت نزل منهم اوف، حتى حيكونوا الجوله الجايه لو عملوا سيف لهذا الاوف يكون معهم بس سلاحين، بالتالي في لاعب من الخمسه مش حيكون معه دروب، حيكون معه مثلا قليل يو ام بي، بالتالي هذا الاشي راح يساعدك في الجوله الجايه. وكان جوب هذا الاشي انه كان معاه 8400 غير ال 1400 اللي حياخذهم، معناه معاه حوالي 10000، قادر عادي يعمل اشي زي هيك ما عنده مشكله. وفعلا لما جاب الكل طلع هالجيت هالريزرز عندهم انجل ما معاه في البوي، ما معاه في اليوتيليتي، معاه بس اي كي ارمور وسموك وفلاش، يعني حوالي 4200 مش اكتر من هيك. فبالتالي الكلز هذه مهمه اللي انت بتدور عليه هيك في محاولة، لما الواحد بحاول يشرب من البومب انت بتقتله هذه كويسه من عنده، وعيس تطلع معاه قليل ما معاه اي كي. فبالتالي كان قرار موفق جدا من عند جوبيل الى هالجيت، زملائه لسه بيلعبوا بدبل اوب وكيف ما زال ماسك اللونج والانجل تبعته كويس. الراوند ده مش يكون صعيب برشا على الهالريزرز. ما انا شوف حتى من التيتشن بتاع البيك ما زالت موجوده، وشو التمركز بتاع الثلاثه لاعبين على مستوى الدروب، ثلاثه لاعبين على الدروب ما عليه، ما نعرفش ما ثلاثه لاعبين على الدروب واثنين على الاي، وانا فما حتى لاعب قاعد يترقب في مرور اي كان من الهالريزرز على اللونج، كي انه يقراوا في ادمغه واذهان لاعبين الهالريزرز. لكن هذايا حاجه واضحه على الاخر، لانه بيك اعتادوا على الاجريشن بتاع عيسى وانجل على مستوى الدروب. شوف انجل كان نفسه 3 هيت بوينتس، يعني بيك وحيد، بيك وحيد حاول انه يكون بيك، وهذا فقط كان كافي معناه باش يخلق الخطر على لاعب الريزر سوبر سانديير. وين يتحط في خطر كبير ووكسك خارق العاده كيف يتخلص من تابسن، كوبي بتاعت حال مطالبه انه يبقى على المستوى البومب لاند، شفت عيسى باش يحاول يدخل على اللونج، ونشوف هنا كيفاش الخيار التكتيكي اللي قام به بيك، يعني رجع باك فايرنج على وجوههم ممتاز، سبراي داون عن كوبي وكينو، يعني ما نعرفش مدهون بالزيت شوتس بتاع ووكسك، مستحيل انهم يعملوا معه كونكشن. وبيج اخيرا يغلقوا هذا الراوند الاخير وينتصروا في المباراه نتاعهم الثانيه امام الهيل ريزرز، يعني النتيجه النهائيه 1-1 تعادل بين الفريقين في الجوله اذا الثانيه من سيزون 6 بتاع الاي اس ال برو ليج. حلوه جدا المباراه، الفريقين لعبوا فيها صح، الفريقين امتعونا، لكن كانت في الاخير كلمه الاخيره لبيج، وهذا الاشي المهم، لانه بيج كانوا فعليا من ثلاث مباريات ما كانوش فايزين ولا مباراه قبل مباراه كابلستون، فهم محتاجين في اول يومين يكونوا على الاقل بداوا يجيبوا وينز تساعدهم في باقي السيزون هذا. فهالريزرز اكيد جابوا كاش، بيج فازوا بكابلستون، الفريقين يعني تبادلوا الكفوف زي ما بنقول او تبادلوا الضربات، اعتقد حيكون عندنا مباراه ماوس بورتس فيز او جود سنت هيرويك، انا مش عارف ايش المباراه اللي احنا سجلنا نلعبها، خلنا بس نتاكد، لانه فعليا هيك تخلصت اول مباراه بيست اوف 2 فيز وموز. فيز وموز ممتاز يعني انا جوارديان انا اولوف وانا ري، ثلاثة اللاعبين اللي ديما نحكيو عليهم كريفرنس نتاع من احسن اللاعبين في العالم. اي يس يس يس، يبقى ممتاز جدا هكذا، حنشوف فيز وموز سبورتس. الاي تي اي اعتقد راح تكون في حوالي ربع ساعة، ربع ساعة لثلث ساعة بالضبط، راح نرجع لكم مع مباراة فيز وماو سبورتس، حنشوف النيو لاين اب تبع متأكد فيز. متأكد ربع ساعة ولا ساعة؟ على 10:10 بالضبط بتوقيتنا، على 10:10 10 وثلث سوري 10 وثلث، لقيت الساعة 10:05 يعني 17 دقيقة بالضبط. لا مازالوا ربع ساعة، ربع ساعة بالضبط. اوكي إذن ابقوا معنا على شانل ار اف اي سبورتس 15 دقيقة كيكا 10 دقائق ونرجع معكم لتعليق وتحليل المباراة الثانية متاع الاي اس ال برو ليج في الجولة في السيزون 6 نتاعها في الجولة الثانية ما بين فيس كلان وموس اي سبورتس، طرح ناري ننصحكم ما تفلتوهوش.